ذا الفضل يا فارس الليالي. حق علينا أن نوثق تلك البطولات وتلك اللحظات التي ساهم فيها أبناء هذا البلد. ثمة معادلة طرفاها النصر والمحافظة عليه، ويبدو أن المحافظة على النصر أولى وأجدى من النصر نفسه، لا سيما في هذه المرحلة. أما النصر فهي مهمة من لبى وضحى واستبسل، وأما المحافظة عليه فهي مهمة من تلذذ بنعيم النصر وصان كرامته بالنصر وتنعم به. العراق مر في مرحلة عصيبة جدا، وهذه المرحلة تمثلت بسيطرة تنظيمات إرهابية على جزء مهم من العراق ومساحة مهمة ومقدراته وشعبه، وبقدر في ذلك الوقت بحدود 47% من مساحة العراق. الفتوى أتت في وقت صعب جدا وحرج جدا كان العراقي مربي. حقيقة هذه الفتوى ليس فقط أيقظت الروح الوطنية والحس الوطني، وإنما حافظت على هوية العراق. صدى الفتوى ما زال يعني قويا وما زال مؤثرا، لولا الفتوى المباركة لكان العراق في خبر كان. صلاة عالية، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة أخرى نحيي بها هذه الجهود الكريمة، اللهم صل على محمد وآل محمد. العتبة العباسية المقدسة كانت حريصة جدا على أن تفي لهؤلاء حقهم. عملت منذ سنوات الفتوى إلى الآن في أن تحفظ هذا الحق وتدونه. لماذا؟ لأن التوثيق يعد الركن المتين في عملية الإنصاف وإظهار الحق. يأتي هذا المهرجان في ضمن الهدف العام، وهو التوثيق لفتوى الجهاد. فإن إحياء هذه الفتوى سنويا بفعاليات مهمة مثل الفعاليات التي جرت في هذا المهرجان ليست إلا توثيق عملي مسموع ومرئي ويحضره الباحثون والنخب ويتداوله الإعلام، كل هذا توثيق لحدث مهم في تاريخ العراق. بوجودنا لاحظنا أنه أكو موسوعة، هذه الموسوعة تحتوي على كل تاريخ تلك الفتوى ومعاركها، وهي وثيقة دامغة للأجيال القادمة التي قد تأتي ولا تعلم كيف مر العراق بهذا الظرف العصيب. هذا الاستذكار هو أولاً لاستنهاض الروح الوطنية، الروح الإسلامية لدى مجتمعنا العراقي، ولزرع هذه المفاهيم. يجب أن يستمر عملية استذكار ما نتج عن الفتوى بكل تفاصيله، وفي كل عام يجب أن تستحدث مؤتمرات ومهرجانات تذكر شباب العراق، تذكر أطفال العراق بما حدث في 2014 وما بعدها خلال سنوات التحرير لأرض العراق من براثن داعش، حتى تكون هنالك تربية نقول عنها مستمرة وزرع لخصال يجب أن لا نتخلى عن أن نزرعها في أجيالنا القادمة. مباركين بهذا الانتصار الكريم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. هناك كثير من العراقيين لا يعلمون حيثيات ما مر به البلد، ولذلك من المهم جدا أن يقدم للعراقيين رؤية وتقدم للعراقيين مهرجان يوضح به ما مر به العراق. والإعلام العتبة العباسية حقيقة رائع جدا في هذا المجال، يقدم ويسند ليس فقط الشعب العراقي وإنما حتى كل دول العالم من خلال الفتوى، من خلال أيضا الموسوعة اللي تعتبر وثيقة دامغة ممكن أن تستخدم بالمحافل الدولية، ومن خلال استخدامنا تعتبر شاهد عصر على ما مر به العراق في تلك المرحلة. الحقيقة العتبة العباسية سباقة لإقامة ودعم هذه النشاطات
برعاية مباشرة من المتولي الشرعي للعتبة السيد أحمد الصافي لدعم إقامة هذا المهرجان للعام الثامن على التوالي، وهي توثق مرحلة مهمة من مراحل العراق، تاريخ العراق الحديث.